اما هلا بننتقل لختام حلقتنا لليوم، ودائما بنحكي نحن عن الانتاجات السوريه والصناعات السوريه، واليوم بنحكي عن العسل السوري وجوده العسل السوري. واستضفنا سابقا، قديش فعليا بعدنا عم نحافظ على الجوده اليوم؟ اكيد نور، اليوم العسل هو خاصه السوري ورغم كل الظروف استمر، يعني صح في معوقات وصح في شويه مشاكل، ولكن هو بعده عم يحاول يكون ينافس بجوده بالجوده، وخاصه نحن بنعرف العسل قد ايه مهم بحياتنا اليوميه، كان لنا او لاطفالنا. اكيد، ويمكن ضمن ظروف الحرب اللي مرينا فيها كانت في جهود كثير كبيره للنحالين. نحكي عن هيدا الموضوع اكثر معنا المدرب في اتحاد النحالين العرب ووزاره الزراعه لامراض النحل الدكتور جميل فايز اسكندري. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. صباح الخير، يسعد أوقاتك. خلينا بداية نحكي عن بداياتك باختصاص العسل والنحل. بدايات باختصاص العسل كتجربة شخصية، أنا منتمي لأسرة ريفية، كان النحل يربى معنا بالبيت كجزء من مجموعة مشاريع صغيرة، أرض مع نحل مع كذا، ربينا مع النحلة. تمام. يعني كانت بداياتنا هو التربية، فينا نقول هي التربية التقليدية من أيام اللي كان عندنا العسل أو النحل مش بخلايا خشبية، سما قبل الخشبي كان بخلايا ترابية. تمام. أنا ما زلت أذكرها لحد الآن من أيام الطفولة هالنقطة. انتقلنا بعدين لمرحلة تانية، في عنا بالعيلة مهندس زراعي الأستاذ اسكندر اسكندر، ومهندس بيطري كمان أسامة اسكندر أخو، شكلنا هيك فريق عمل كنواة لمؤسسة صغيرة انتقلنا فيها للتربية الاحترافية. تمام. دربنا مجموعة من المهنيين، مجموعة من الاحترافيين، وشكلنا فريق عمل انتقلنا فيه نقول للتربية الحديثة بالخلايا اللي سمها هي خلايا ما يتناسب مع الظروف. فينا نقول تربية حديثة ومواكبة الجديد بعالم النحل تماما، وحتى باحترافية انتاج العسل. بالضبط. تمام. او هي نقطة كثير مهمة لما نقول مدرب في اتحاد النحالين العرب، يعني انت واصل لمرحلة من التدريب قادر اليوم تعطي هي الخبرة. تماماً. مثل ما قلنا مواكبة هي الحداثة. خلينا نحكي عن هي النقطة تحديدا، يعني مريت انت ببداية حديثك كيف كان تربية النحل، واليوم 10 سنوات من الحرب استهدفت أساسا الزراعة في سوريا جميع القطاعات، فكان لكم كمان دور للاستمرار بهيدي الصناعة. والله كان دور، خلينا نحكي بس عن الصعوبات والمعوقات. صحيح. قطاع النحل يعني رحنا ناخذ فيه الصورة المثالية لقطاع النحل مشان نقارنه بصورة اليوم. الصورة المثالية هي ما قبل الأزمة. تمام. كان عندنا قطاع النحل كبير جدا، انتاج قوي، انتاج متنوع، على انتاج متنوع حتى بضاهي الدول الخارجيه. يعني صحيح. كان عندنا فائض للسوق المحلي وفائض تصديري. تصدير. صحيح. تمام. كان عندنا حوالي كاحصائيه دقيقه 620 الف خليه في سوريا، 30 الف نحال. 620 الف خليه اليوم. هلا في ثلاث مراحل راح نحكي فيها نحن، هاي المرحله الاولى ما قبل دخول الازمه. قطاع النحل كباقي القطاعات خصوصية مهنة النحل تتطلب من النحل التنقل من مكان إلى مكان. صحيح. تمام. نعرف احنا قديش عانينا من الإرهاب وهي المعوقات كلياتها أدت بقطاع النحل للانحسار. يعني أنا اليوم مثلا النحال ما في انتقل أو تنقل بشكل مريح، بدي انتقل لمجال ثاني بالعمل يعني. تماما. بعدين تزامنا مع انتصارات الجيش العربي السوري حماهم الله في كل مكان، قدرنا نمشي وننتشر بشكل أوسع. قدرة وزارة الزراعة واتحاد النحالين العرب بالتشاركية مع منظمات خارجية لإعادة نشر تأهيلها من أول وجديد. تماما. إعادة تأهيلها القطاع وترميمه. فوصلنا لمرحلة فينا نقول هي من 2016 لل 2020 تقريبا، هي المدة ما بين إعادة نهضة فينا نقول من أول وجديد. تماما. بعدين انتقلنا لمرحلة ثانية، هي اليوم أنا بعتقد تماما سوقنا اليوم كافي من العسل السوري الحمد لله. يعني في صار في عدد تقريبي لما نقول لحد الان في احصائيات، يعني تقريبا فينا نقول صار عندنا النص حوالي 400 الف خليه. تماما. حوالي 400 الف خليه نحالين، يعني تقريبا فينا نقول حوالي 30 كمان 20 الف نحال. تمام. ولا زال العدد بازدياد يا رب. تمام. ان شاء الله باذن الله رب العالمين، باستثناء المعوقات اللي في معوقات جديده ان شاء الله بتنحل تفرج على الجميع ان شاء الله. اليوم عم نحكي عن العسل، نحن بنعرف قد ايه هو عنده قيمه غذائيه كثير مهمه. يوم هيك حابب حضرتك جاب لنا شوية منتجات، يمكن تماما. كل نوع بنلاقي مكتوب عليه مع كذا، مثلا هلا هذا هذا الموجود معك جبلي. بل؟ جبلي. جبلي. طيب اليوم شو بتفرق وقت بنقول جبلي، بنقول ليمون، بنقول بابونج يعني؟ طيب. الحقيقة هذا سؤال متكرر جدا عند جميع الزبائن. تمام. أول شيء بدنا نطمن الزبون أو المستهلك لنقطة أساسية، إنه في شيء أفيد من شيء؟ أكيد لا.
الخاصة الاستشفائية ليست فقط في الرحيق، هي أساسا من النحل وما تفرزه النحل على هذا الرحيق. تمام. طيب، فالذي عم تفرزه النحل على عسل الليمون هو ذاته على عسل حبة البركة على اليانسون على أي نوع من هاي الأنواع. بس تمام؟ الكثافة تختلف هون يمكن أو اللون بقط، يعني نحن عم نحكي القيمة الغذائية هي نفسها. طيب ولا ما لها علاقة؟ لا لا ما في أي شيء بالنسبة، يعني هلا حتى وأن اختلطت هي المكونات ذاتها ما رح تختلف، ممكن تزيد وتنقص حسب نوع الرحيق بالطبيعة. تمام. بالأخير هي فينا نقول هي مواسم، يمكن بكل موسم بتبدو على شيء، مجموعة مواسم متلاحقة. على كل حال، الخواص الفيزيائية المتعلقة بالعسل هي العلاقة بالرحيق، يعني مثلا زيوت الطيارة اللي موجودة بالليمون رح ينقل النحل معه للعسل. تمام. زيوت الطيارة الموجودة بحبة البركة ولونها الأسود كمان رح ينتقل تنقل النحل للعسل. تمام. بالأخير الرحيق عم يتحول لعسل، والأنزيمات الموجودة بالخلية عم ينضاف من خلال العسل، ونضيف عليه إذا فينا كل اختلاف، مثل احنا لما مثلا نشرب زهرة الليمون او نشرب زهرة حبة البركة او اليانسون المهدئ للأعصاب، نفس الفائدة، يعني نحكي نفس الفائدة. تماما. ولكن احيانا بيكون في حالة بيقولوا انه لا، ياخذ مثلا اكليل الجبل عسل باكليل الجبل عسل مع ليمون بسرع الشفاء. بالحقيقة هي الخواص هو في شيء من الفرق، ولكن عائد للنبتة وليس للنحلي، انما الخاص الاستشفائي هي موجودة بجميع الانواع، فما فيني اجي اليوم بقول انا حبة بركة افضل من يانسون. بس يمكن اي حدا عم يتابعنا بيقول لك كيف انا بدي اعرف، يعني هذا السؤال بعتقد بنطرح كثير وبيرجع بينطرح، لانه بعض الناس يمكن محافظه على بعض التفاصيل القديمه، كيف تعرف العسل المغشول ولا لا، انه كيف فيني افرق اذا هيدا عسل طبيعي ولا مغشول. طيب هلا قبل ما اذا بدي اقول لك، يمكن في ناس هلا بتحرق العسل على الورق او بتعرف هي التفاصيل، في عندي يا بحرق العسل بورقه يا ما بحطه بمي بيطلع عندي شكل خليه او يعني كل هي التفاصيل بقياس بسيط، يعني كيف فيهم يعرفوا؟ بقياس بسيط مع المنطق هي عمليات غير علميه نهائيه، بدنا نمشي بطريقه علميه. العسل فيه له تحليل كيميائي وتحليل فيزيائي وتحليل ضوئي وتحليل بيولوجي. قادرين اليوم نحن من خلال حرق على الورق، مثلا اللي بيشتري مثلا بيقول انه على الله اشتريت، ما بيعرف المستهلك، عم نحكي المستهلك المخبر الوحيد هو الذي قادر يحدد هذا الشيء، او خبره المتذوق. تماما. انا عندي بعض المتذوقين، بعض المستهلكين طبعا عمرهم اكثر من 30 سنه. تمام. فلما بياخذوا انا ببعثهم بقول هذا العسل كذا خواصه كذا شكله كذا، فانا بتفاجئ انه في ناس عندها هي الخبره. تمام. بالاخير المخبر هو الفصل. يعني طيب دكتور، خلينا هيك نحكي بشكل سريع، شو هي اليوم اهم الامراض اللي ممكن تصيب النحل اللي اثر على جوده العسل؟ طيب هلا النحل معرض لمجموعه من الامراض. تمام. القضيه ليست في انه النحل يتعرض لامراض، قضيه تعامل النحال مع هذا المرض، كيف انا بدي اتعامل معه بحيث انه يبقى انتاج العسل هو انتاج عضوي وخالي من الاثر المتبقي للمواد الكيماوي. تمام. مثلا مرض الفاروه اللي هو طبعا واحد من اهم الامراض الموجوده اللي بتصيب النحل، لا يمكن يفارق النحل قولا واحدا، بخف بس ما لا يمكن القضاء عليه تماما. طبعا في فعاليه كثير كبيره مشت ببدايه البلد براعي اتحاد نحل العرب التشاركي مع وزاره الزراعه، مشكورين لكل هاي الايادي البيضاء اللي عم تشتغل بهذا القطاع طبعا لرفع الوعي بالتخلص من الاثر المتبقي للمواد الكيماوي. اليوم انا اذا بدي اعالج هالامراض هذه، تمام، كيف بدي اعالج انا؟ شو المنتج اللي راح اختاره؟ او شو الماده الكيماوي اللي راح استعملها؟ راح استعمل ماده كيماوي ولا ماده طبيعيه؟ تمام؟ بننصح النحالين او ضمن التدريبات الموجوده في برنامج، تمام، او بروتوكول محدد للتعامل مع هي الامراض يعتمد على منتجات طبيعيه، تمام؟ ولا نستخدم المواد الكيماوي الا بحالات الطارئه وعند استخدامها هي بلسان محدد. تمام؟ فالمرض هو موجود وبدنا نتعامل معه بطريقه طبيعيه حتى نقدر ننتج عسل خالي من المواد المسرطنه. يعني طيب دكتور جميل، خلينا نحكي، يمكن حكيت ببدايه حديثك عن تربيه النحل في سوريا قبل الازمه وبعد الازمه وحاليا. اليوم لما نحكي عن النحال السوري، شو المعوقات اللي بتواجهكم اليوم للاستمرار بهذا العمل؟ عم نحكي عن عدد تقريبا يوم اعاده تاهيل من اول وجديد، عن 400,000 نحله. جاوزنا اعاده التاهيل، صرنا ان شاء الله يا رب بتصيروا 1000، يعني نوصل للألف واكثر، لانه نحن بنعرف قديش هذا له عائد اقتصادي مهم للبلد ولكم. من الموارد الطبيعيه، ليس صحيح. من الماده الاوليه هي رحيق الطبيعه، المنتج السوري 100%، يعني منك محتاج اي منتج اخر. شو المعوقات اليوم اللي بتواجهكم كنحالين سوريين؟ هلا بالحقيقه اي حدا عم يسمعك اليوم يكون له هيك دور بدعمكم. طيب هلا فينا نحكي عن المعوقات، بس ما رح نفصل النحل عن بقيه القطاعات الاخرى مهما كانت. في عندنا مشاكل التضخم، ارتفاع بالمستلزمات الانتاج، التكلفه العاليه، الانخفاض القدره الشرائيه للمواطن، هي مشاكل عامه حلها مرتبط بالتضخم. صحيح تماما.
ولكن إذا في عنا دور بدنا إياه يتقدم من جهات معنية كوزارة الزراعة على أقل تقدير، مثلا المحروقات حكينا فيها لها النقطة كثير. هلا وعد السيد الوزير بآخر فترة أنه يتخصص لنا كمية من التنقل. نحال قد يعني ممكن يتنقل أثناء السنة الواحدة لعدد مرات يصل للعشر مرات ل15 مرة حسب تماما أثناء عمليات الكشف كل مرة. مثلا بعد ما نحن رحنا من شرى بحلب وبالرقة، أنا ساكن بحما، بدي روح كل مره بدي اكشف او روح او اجي او اتنقل او انقل محل او اجيبه او افرز، كميه كبيره من استهلاك بالمحروقات. تمام، ما بدنا نضل خارج اطار كميه خفيفه او خارج التخصيص. كمان هو قطاع نشط جدا في سوريا، قطاع زراعي جدا نشيط، انا على قد ما بدعم النحله على قد ما ادعم المواسم. 80% من نسبه التلقيح هي عائدة للنحل الصراحة. تمام، فأنا لما عم بدعم النحلة بدعم القطاع كاملا يعني. صحيح، هي نقطة جوهرية وأساسية، هي نقطة. وفينا نقول تدخل وزارة الزراعة بالمستلزمات نفسها، مستلزمات النحالين سواء استيرادة أو تأمينة أو الخلايا الخشبية أو حتى بما بإيجاد أسواق خارجية للعسل. تماما، يعني للأسر تماما ممكن نجيب قطع أجنبي بأرقام هائلة جدا. صحيح، للمنتجين يعني في فكره ممكن اذا قدرنا نلاقي فيها منفذ لبرا. طب باللقاء الاخير مع معالي الوزير يمكن طرحتوا كل هدول القصص. تماما، السيد الوزير كان في جدا اصدق انه راح يكون تماما في تماما، رجل متعاون شغل. جدا رجل نشيط جدا، انا حتى بشوفه بس مش قطع النحل، نلتقي يعني كمزارع وكملتقين فيه بكثير قطاعات، بالقمح بالقطن بكل هالمواسم، يصغي بشكل جيد ويترجم الهموم بشكل جيد ضمن الامكانيات. تمام، وان طولنا شوي بشغله المحروقات الناس تنتهي من نقاليه. ان شاء الله بنتمنى الدعم ان كان لقطاع تربيه النحل ولجميع القطاعات، اليوم بحاجه نحن الدعم من كل الجهات ولجميع القطاعات. بنشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي قدمتها، ودائما هيك نحن بنطمح للافضل. صباحك عسل. شكرا لكم، وشكرا لكم لكل المشاهدين، وبندعوكم انتم جميع المشاهدين لفعاليه ايام العسل الموجوده للتعرف على انواع العسل وتذوق العسل وميت اهلا وسهلا. اكيد بدنا نشكرك المدرب في اتحاد النحالين العرب ووزاره الزراعه لامراض النحل الدكتور جميل فايز اسكندر، بنتمنى لكم التوفيق يا رب جزيلا. مثل ما قلت ببدايه حديثك تعودوا بنشاط اكبر واكبر. شكرا كثير لك. ان شاء الله، شكرا جزيلا.